السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا قبل فترة نزلت لكم بفيديو شورت، قدمت لكم المتحكم الـ XM18S، ستار حديث ومتطور من المتحكم الـ XM اللي كلكم تعرفوه. طبعا المتحكم يجيكم بهاي الشاشة مال العرض، الشاشة ملونة طبعا وبيها امكانيات كلش حلوة، بالاضافة لانه يجي ويا الحساس الاصلي مالته، حساس الرطوبة وحساس الحرارة، فيكون هو متكامل يجيكم زين. شنو المميزات اللي بيه وشنو الامكانيات اللي بيه؟ طبعا انا بالفترة اللي فاتت بعد ما وصلني هذا المتحكم حاولت ابحث عنه باليوتيوب هواية، ما لقيت اي شيء عنه عربي، فيديوهات قليلة مشروح عنه بلغة اجنبية او لغات اسيوية يعني، بس عندنا بالوطن العربي شرح ماكو له، ولذلك تشوفون ما منتشر. ما العلم هو بيه امكانيات كلش حلوة، والشاشة مال العرض مالته بالاضافة انه هي ملونة فهي تعطيك كل الامكانيات اللي تحتاجها. فان شاء الله بهذا الفيديو يا شباب راح اشرح لكم المميزات والامكانيات اللي يحتويها هذا المتحكم، وعلى الحلقة اللي بعدها ان شاء الله راح اشرح لكم طريقة الربط والبرمجة مالته، يعني حتى لا تكون الحلقات طويلة عليكم ومملة. فخلي نبلش شباب اشرح لكم الواجهة مالته والشاشة وشنو الامكانيات اللي بيها. خلينا نستعمل هذا للتأشير. شباب بالبداية عندنا هذه الخطوط، شلون الشحن مال البطارية، هذه تمثل لك المدة مال تقليب، تمام شباب؟ يعني اذا احنا خلينا البرمجة مال تقليب فرضين كل 90 دقيقة يشتغل القلاب عندك، فخلال هاي 90 دقيقة احنا عندنا هذني الـ10 نقاط تمثل كل حبة من هاي الحبات، كل خط من هذا الخطوط يمثل لك معناها 9 دقائق، ف9 دقائق راح يظل هاي 9 الأولى ورا 18 دقيقة ورا 9 لوخ 9 لوخ 9 لوخ إلى أن قبط 10 حبوب، فهي 90 دقيقة راح يشتغل عندك. شنو شباب؟ راح يشتغل عندك التقليب الأوتوماتيك مال المتحكم. إذا افترضنا إنه هو إحنا راح نقلب كل 90 دقيقة، فتعتبر كل خط او كل طابوقة من هذين الخطوط هي 9 دقائق، وانتو حسب البرمجة مالتكم، تمام شباب؟ بما يخص هذا الخطوط. زين نجي على الشاشة الداخلية شباب. بالنسبة لهذه تمثل درجة الحرارة الداخلية، درجة الحرارة الداخل الفقاسة، طبعا انا لسه ما رابط حساسات فما راح تقرأ لك حرارة، فهاي تمثل لك الحرارة الداخلية، هاي تمثل لك الرطوبة الداخل الفقاسة، هذه حرارة يا اما تقرا بالسيليزي يا اما بالفهرنهايت، فاحنا شغلنا كله على درجه الحراره السيليزي. وبالنسبه للرطوبه هاي تمثل لك الرطوبه الفعليه اللي هي داخل الفقاسه. اللي بعدها شباب عندي الشاشه اللي هاي الجواها تمثل درجه الحراره اللي احنا نريدها، اللي احنا برمجنا عليها المتحكم، اللي مثلا هي 38 او 37 و7 حسب الرغبه، هاي الدرجه مال الحراره، تمام شباب؟ هذه تمثل لك درجه الحراره اللي احنا نريدها، وايضا بالسيليزي. وبالنسبه لهذه الشاشه تمثل لك الرطوبه اللي احنا مبرمجين عليها هسه هي 60، انتم حسب الدرجه اللي تخلوها طبعا نقدر نتحكم بيها. اذا هاي الشاشه الثانيه تمثل لنا شباب الرطوبه المطلوبه، درجه الرطوبه اللي احنا رايديها اللي نطلبها احنا. زين بالنسبه لهذا مكتوب عليه دايز، يمثل لك عدد ايام اشتغال المتحكم او الدوره مال التفقيس، يعني هسه انا اليوم شغلته فرضا فدا يقرا لي يوم واحد، هذا العداد مال عدد الايام يطفى الكهرباء يشتغل كذا، هذا العداد يظل مستمر طالما انت فعلته وشغلته للجهاز، راح يبدي يعد عندك ما ياثر بانقطاع الكهرباء، فانت تجي بس مجرد اسبوع على هذا تعرف انه انت صار لك كم يوم بدوره التفقيس، وهذا شغله كله مش مهمه، تمام شباب. خلينا نبلش بالامكانيات اللي متاحه عندنا بهذا الشريط الفوق. بالنسبه لهذه العلامه مال الثلج، شكل الاشاره مال الثلج، هاي تمثل لك في حاله اشتغل المتحكم كتبريد، حاولنا ربطناه انه يبرد عندك، شغل لك تبريد او كومبريسر، هذا بالفقاسات ما يخصنا، ما يعنينا هذا الشيء، ما راح يفيدنا بشيء. بالنسبه للشعله مال النار شباب، هذه الشعله وشعله اللي بصفها، اكو شعله اثنين، الشعله كبيره وشعله صغيره، هاي الشعله مال النار رمز النار الكبيره تمثل لك انه الهيتر الرئيسي. المتحكم هذا يربط عليه هيترات اثنين، هيتر رئيسي وهيتر ثانوي. فالشعلة الكبيرة تمثل لك الهيتر الرئيسي، يعني هسه هي طافية معناها الهيتر الرئيسي طافي، شو وقت ما يشتغل الهيتر الرئيسي هذا راح يكون مضوي، هاي الشعلة الكبيرة مضواية. وبالنسبة لهاي الشعلة الصغيرة تمثل لك الهيتر
الثانوي، الهيتر الثانوي اذا كان طافي فهي طافيه، واذا كان مشتغل فهذا راح يكون بالضوء مشتغل بالاناره مالته. بالنسبه لهاي الغيمه والمطر، هاي تمثل لك الرطوبه، معناها الفواحه مشتغله، يعني المتحكم ناطي امر هسه للفواحه انه تشتغل، فهاي منوره بها ضوء. شو وقت ما تنطفي اعرف انه الفواحه توقفت. بالنسبه لهذه النقطه والاسهم، هذا الدوران هاي يمثل لك القلاب، تمام شباب؟ شو وقت ما اشوفه مشتغل هذا الضوء معناه القلاب مشتغل. فسان اقدر اسوي لكم تشغيل اجباري بس مجرد التجربه. شوفوا شباب، هذا اشتغل عندك وهذا صفر، تمام شباب؟ فمعناه شنو؟ القلاب مشتغل. شو وقت ما اضغط مره ثانيه على السهم الفوق طفى عندك القلاب. بالنسبه لهذه علامه الزائد، هذه يفترض انه هي تخص التعقيم، تعقيم الداخلي للفواحه. وطبعا هذه الامكانيه هم يعني ضايفين اضاءه، بس الجهاز ما يتحكم لك بالتعقيم حتى يكون صادق وياك، يعني هذا الرمز يخص الشركه، ما راح يكون فعال عندك بالجهاز. بالنسبه لهذا الضوء علامه التعجب، وهذا الضوء الاحمر هذا من يشتغل معناه انت عندك جرس الانذار مشتغل، اكو تنبيه عندك، اكو خلل بالمتحكم. زين تجي تقول لي شنو الخلل اللي يعني عندي هسه؟ طبعا احنا لا رابطين حساس حراره ولا حساس رطوبه، فعندك خلل بالمتحكم، فهذا باطل هو مشتغل، معناه انت عندك خلل بالربط، خلل بالمشكله بالفقاسه، الحراره منخفضه، رطوبه منخفضه. شو وقت ما ينطفي هذا الضوء معناها انت شغلك تمام. بالنسبه للرمز مال المروحه، هذا يمثل مروحه الاحتباس، سواء ارتفعت الحراره عندك فهذا الرمز راح يشتغل معناه مروحه الاحتباس اشتغلت، او نبرمج المروحه مال الاحتباس للتهويه، وهذا الشيء كلش ضروري وكلش مهم، وكلش هواي ما يفتهمون او ما يعرفون يتعاملون وياه. مروحة الاحتباس لها فائدتين شباب، مرة تشتغل عندما ترتفع درجة الحرارة حتى تنزل لك الحرارة مال الفقاسة، ومرة الأهم انه تشتغل هي كتهوية، احنا نبرمجها من خلال المتحكم، فتشتغل عندنا كتهوية، تهوي لك الفقاسة كل ساعة ونص كل ساعتين حسب احنا البرمجة مالتها. شو وقت ما تشوف الضوء مالتها مشتغل اعرف انه هي المروحة جاي يشتغل دورة التهوية مالتها. بالنسبة للرمز مال الإنارة، ايضا هو رمز يخص بالشركه، حقيقه ما خلي لنا منفذ او زر للاناره، فهذا الرمز بس يخص الشركه، يعني ما راح يكون فعال. فعندنا رمز الاناره والرمز الزائد مال التعقيم، هذين الاثنين غير فعالات، باقي الرموز كلها فعاله عندنا. زين شنو اللي مميز بهذا المتحكم بالاضافه للعرض مالته وشاشه العرض؟ هاي العرض والامكانيات هوايه من المتحكمات توفر لنا اياها بدون عرض، طبعا توفر لك اياها بشكل مخفي هنا، هذا العرض كله راح يكون قدامك. زين شنو اللي يميز، اكثر شيء يميز هذا المتحكم؟ انه هو نعطينا جداول خاصه للتفقيس بعدد انواع من الطيور. فمثلا الدواجن، لاحظ لي هذا الرمز الدجاجه، هذا طالما هذا فعال فمعناه احنا مختارين الجدول او التنظيم الخاص بتفقيس الدجاج، يعني انت بيض البفقاسة عندك بيض مال دجاج، تمام شباب؟ شنو اللي يعني استنى من خليته هذا، شنو اللي راح يصير؟ انا ما اقدر اعدل هسه اي شيء طالما هو على هذا الضوء، هذا الدجاج الفعال، ما عندك امكانيه انه تعدل الحراره او تعدل الرطوبه او تسوي اي شيء، كل البرمجه جاهزه. لعد شنو اللي بيدي؟ زين استنى بدي اقرا، عندي حراره اللي مطلوبه 38 ورطوبه 60، انا ما اقدر اتلاعب بها، انا ما اقدر اغيرها طالما انا خاله على الضوء، على مشتغل النظام مال تفقيس الدجاج، ما اقدر اغير هذه. شو وقت اقدر اغير؟ شو وقت اقدر اخلي شيء مخصص؟ من خلال هذا الزر مال مود، ضغطه مده طويله 3 ثواني حول لي على البط، اكو برمجه خاصه بالبط. شوف صعدت درجه الحراره عندي، صارت 38.3 في حين الرطوبه ثابته. اذا اضغط مره ثانيه مده 3 ثواني راح يعطيك جدول تفقيس خاص بالوز، اللي هي درجه حراره خلاك اياها 38.5 والرطوبه صعدت كامل 65. زين اذا ارجع على مود اضغط 3 ثواني مره الاخيره راح يحول لك حمام، واعتقد سمال نفس الشيء راح يشتغل عندك. شوف الحراره انخفضت والرطوبه نزلت لل 50، تمام شباب؟ المره الاخيره راح تضغط مود 3 ثواني راح يخليك على شكل الشاشه، هذا يسموه نظام مخصص. هذا ينطيك الامكانيه انه انت تختار الحراره والرطوبه والتهويه والدوره مال التقليب والاحتباس وكل الاعدادات انت تخيل، يعني نقدر نضبطها من خلال هذا. لاحظ لي هذا الرمز مال الشاشه، شلون راح ادخل الاعدادات؟ بعد اقدر ادخل مره من خلال السيت، ضغطه طويله على السيت راح يعطيني، اقدر اغير الحراره. زين اذا اضغط على الانتر اقدر اغير درجه الرطوبه، ارد اضغط مده طويله حتى يسيف، هسه سيف طبعا ما غيرت. في حلقه ثانيه قلت لكم راح اشرح لكم البرمجه والرابط بشكل مفصل، بس اريد افهمك انه انا هسه التخصيص مالتي على هذه العلامه، تمام شباب؟ زين
اريد اعتمد على المتحكم، ما اريد ادوخ روحي وادخل ببرمجه وتفاصيل. طبعا برمجه في التفاصيل كلش معقده بيها، تدخل بيها يعني ادق التفاصيل، بس مجرد رويتكم الحراره والرطوبه، ولا هي مثلا منقض اصغر سيت والسهم الفوق يطلع لي البرمجه مال بي، من درجه انذار الى المروحه احتباس الى الهيتر الرئيسي وهيتر ثانوي وكل التفاصيل. طبعا هذا احشر لكم اياه بحلقه سابقة بعدين بالايام الجايه. زين خليني اسيف وارجع على الطبيعي مالتي. تمام شغل الضغط مطوله راح يسيف عندي. هاي قلت لكم فهسه الرمز الاخير شباب هنا هو المخصص اللي انا من خلاله اقدر ابرمج المتحكم مثل ما اريد. زين انا هسه ارجع على الدواجن على تفقيس الدجاج. تمام شباب، انت مثل ما تشوف درجه الحراره 38 ورطوبه 60، احنا ما عندنا هيك شيء بالتفقيس، بس هذا الحلو بي انه هو مبرمج بشكل تلقائي راح يحول من كيفه. يعني انسان من اختاريه الدواجن هاي درجه الحراره ودرجه الرطوبه راح تظل فعاله عندك لمده 6 ايام فقط. طبعا يجيك الكتالوج مالته ثاني داش راح لكم عليه، يعني مثل ما تشوفون شباب هذا الكتالوج. طبعا 4 او 8 صفحات هو بالكتالوج كله انجليزي، يعني ممكن طبعا ترجمته. هذا الجدول شي يخص هذا الخيار، الخيار مال الدواجن. تمام شباب، فالثاني من خليت الاعداد على الدواجن راح يقول لي يعني من يوم من 1 الى 6 يوم، يعني 6 ايام الحراره راح تكون عندك 38 والرطوبه راح تكون عندي 60. بالنسبه للتهويه، التهويه اللي هي هاي المروحه مال اللي تخص المروحه مال الاحتباس، هذه المروحه راح تشتغل عندك كل ساعتين 15 ثانية. هاي اول 6 ايام، من يوم الى 6 ايام، اول 6 ايام حرارة راح تكون عندك ثابتة 38، رطوبة 60، تهوية كل ساعتين 15 ثانية، وتقليب هم راح يشغلوا لك اياه كل ساعة ونص راح يشتغل عندك القلاب. تمام شباب، من اليوم السابع، من اليوم السابع لحد اليوم ال 12، يعني اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر والدعش والثنعش، 6 ايام الثانية اوتوماتيك الجهاز راح يغير البرمجة مالتك. انت ما تتدخل بكل شيء، الحرارة مالتك راح تنزل 37.8 بالعشرة، الرطوبة راح تصير عندك 55، بالنسبة للتهوية راح تشتغل عندك كل ساعتين 20 ثانية، وبالنسبة للتقليب راح يستمر عندك كل ساعة ونص راح يشتغل عندك القلاب بشكل تلقائي. زين من يوم 13 الى يوم 18، يعني يوم 13 14 15 16 17 18، يعني 6 ايام الثالثة اوتوماتيك الجهاز راح يحول لك درجة الحرارة راح تنزل عندك ل 37.6 بالعشرة، بالنسبة للرطوبة راح ترجع 69، بالنسبة للتهوية كل ساعة ونص راح تصير كل ساعة ونص تشتغل 25 ثانية عندك، بالنسبة للتقليب راح يشتغل عندك مستمر كل ساعة ونص يشتغل القلاب. زين يوم 19 20 21، اللي هي ايام التفقيس، شنو اللي هذا حسب البرمجة مال الجهاز الجدول راح يقول لك شنو؟ راح يقول لك الحرارة راح تصير عندك 37.2 بالعشرة، هذا بشكل تلقائي، هذا طالما انت مختار النظام مال تفقيس دواجن. رطوبة راح تصير عندك 76، تهوية راح تشتغل عندك كل ساعة ونص 30 ثانية، وراح يتوقف القلاب اخر 3 ايام. تمام شباب، يعني هذا الحكي بدي احكيه مو من عندي شباب، هذا جدول قبالكم مرفق بالكتالوج مال المتحكم، هذا شنو اللي يخص الدواجن. زين فقلت لك انت من تختار هذا الضوء راح يشتغل عندك كل الامكانيات بشكل تلقائي، هذا الحكي اللي حكيته راح تمام شباب. فمثل ما قلت لكم احنا حسب الاختيار مالتنا. زين اذا اردنا نحاول على المود ونختار الباط، هذا الرامز مال الباط ايضا بالكتالوج مالتك اللي هو مرفق بالجهاز. طبعا انت ما يحتاج كل شيء تسوي، انا مجرد اشرح لكم على الكتالوج. انتم من طول اختاريتوا البرمجه اللي مطلوبه، فشوف يا قلبي هذا ما هذا يخص البط، الجدول مال البط يقول لك اول يوم حراره 38.3 بالعشرة، رطوبه 60، التهويه كل ساعتين 15 ثانيه، والتقليب كل ساعه ونص. زين من يوم الثاني، يعني الثاني والثالث، اليوم الثاني والثالث اوتوماتيك راح تنزل الحراره عندك 38، رطوبة باقية 60، تهوية راح تزيد عندك والقلاب شغال. من اليوم الرابع إلى يوم 20، من اليوم الرابع إلى اليوم 20 الحرارة راح تصير عندك 37.8 بالعشرة، رطوبة عندك 55، التهوية راح تصير عندك كل ساعة ونص 25 ثانية، والقلاب مستمر بالشغل.
من يوم 21 إلى يوم 25. لاحظ شباب، الحرارة نزلت، رطوبة صعدت، تهوية زادت، تقليب مستمر. من يوم 26 يعني هي تعتبر أيام التفقيس آخر شيء، الحرارة راح تصل عندك 37.2 بالعشرة، رطوبة تصعد للـ70، التهوية راح تصير كل ساعة ونص 30 ثانية، والتقليب راح يوقف عندك من يوم 26 27 28، يعني آخر 3 أيام أيضا راح توقف. هذه الجداول موجودة مرفقة قوية عندك. إذا أردنا نحول مثلا للتفقيس وزن، هسه هذا وزن أيضا كتالوج كامل عندك راح يشتغل تلقائي. ردنا نحول على الحمام او الطيور، واعتقد هو نفس الجدول مال السمان راح يشتغل عندك. هذا جدول كامل يخص السمان، تمام شباب. وفي حين مثل ما قلت لكم اخر شيء اضغط مود، شو وقت ما راح يشتغل عند الاضاءة على هذا الجدول على هذه الشاشة، هذا راح يكون عندي مخصص. انا اختار اتحكم بكل شيء، درجة الحرارة، درجة الرطوبة، التهوية، القلاب، التفاصيل كلها انا اتحكم بها من خلال هذه الشاشة. فان شاء الله، طبعا الفيديو صار طويل وما اريد اطول عليكم، بالحلقه الجايه ان شاء الله راح اشرح لكم طريقه الربط اللي هي كلش مشابهه لطريقه الاكس ان، نفس الربط، وراح اشرح لكم شلون راح نعدل البرمجه اذا اردنا نشتغل على التخصيص، تمام شباب. لهنا خلصت الحلقه، اتمنى تكون استفاديتوا من الشرح، واي سؤال او استفسار تقدرون تركوا لي اياه بالتعليقات او تراسلوني على رقم الواتساب. شكرا للمتابعه والى اللقاء.